راجل طلق زوجته وبعد كده اكتشف ان زوجته دي كانت حائض، هل الطلاق ده محسوب ولا مش محسوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. المسألة دي بيسميها العلماء الطلاق في الحيض. فاغلب العلماء وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة قالوا ان الطلاق في الحيض حرام لكن يقع. يعني لو انت عارف ان مراتك حائض وطلقتها وهي حائض انت تأثم، لكن من ناحية الطلاق، الطلاق حصل خلاص. لكن قال فريق من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار الرأي ده الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، إن طلاق الحائض لا يقع. قالوا ليه لا يقع؟ قالوا لأن ده ما من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد، ده طلاق بدعي مش من الطلاق على السنة، وما دام طلاق بدعي يبقى ده طلاق ليس له أثر. وبالتالي لو واحد طلق مراته وهي حائض لا يقع الطلاق، وده كلام كثير من أو بعض أهل العلم وعلى رأسهم زي ما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، وعندنا أيضا العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول بالكلام ده بصفتي مسؤول عن جمعية خيرية، بلاقي إن الطلاق ده يا إخوانا أمر خطير جدا. يعني الست بيكون بيتصرف عليها والدنيا زي الفل، وفي يوم وليلة بعد ما تطلق بتحتاج إلى مساعدة، والفلوس اللي كانت بتوجه لأرامل مثلا أو يتامى بنضطر نوجه جزء من الفلوس برضو للمطلقة اللي كانت كافية نفسها عن طريق جوزها. فالطلاق ده بيعمل مشكلة اجتماعية، فعايزين نستثمر الفقه في واقع المجتمع. هذا القول قول قوي على المسؤولين عن الفتوى إن هم يتبنوا هذه الأقوال بالدليل. لو اقتنعوا بالدليل الحمد لله، لأن العبرة أولا بالدليل. لكن عندنا ثروة فقهية بتحل كتير من المشاكل، لأن كتير من الناس النهاردة بيتسرع في الطلاق وبيندم على الطلاق. فهذا القول بيحجم شوية من موضوع كثرة الطلاق. فاحنا عندنا الطلاق في الحيض لا يقع على القول الراجح. يبقى أنت كمفتي بتقول طيب حضرتك طلقتها كانت حائض، لو كانت حائض نقول له لا يقع الطلاق. مش بس كده، ده في كمان نقطة تانية، لو طلقها في طهر جامعها فيه، يعني هو جه يطلق لها حائض قال لها طب نستني لما تطهري، فلما طهرت اشتاق إليها فحصل جماع، نقول له خلاص ما دام الطهر ده حصل جماع استنى لما يحصل طهر ما فيهوش جماع. لأن الراجح أيضا لو طلق في طهر جامعها فيه أن الطلاق لا يقع. وهذه التقييدات في موضوع الطلاق مهمة جدا، عشان كتير من الناس بيندم وبيتسرع، بل بيطلق ثلاث مرات ويندم ويقول يا جماعة الحقوني. فالحمد لله ان في ثروة فقهية زي ما قلنا مبنية على أدلة، احنا مش بنطوع النصوص عشان مشاكل المجتمع، لا الحمد لله دي أدلة وأقوال علماء كبار بنستثمرها، لأن هي أولا موافقة للدليل قبل أي شيء، وتاني حاجة مفيدة في مجتمعنا اللي نحجم شوية في موضوع الطلاق. فالدرس ده لطلاب العلم والأهل الفتوى ان هم يعني يتأنوا شوية قبل ما يقولوا ده طلاق أو مش طلاق. في موانع للطلاق زي الطلاق في الحيض على الراجح، والطلاق في طهر جامعها فيه على الراجح، والطلاق المعلق لو ما كانش نيته الطلاق فيكفر كفارة يمين، وهكذا، بحيث فعلا نساعد شوية ان المجتمع يعني يتلم شامله ما يحصلش على طول مشاكل الطلاق. طبعا لو هو ما كانش عارف ان هي حائض بس طلاقها وهي حائض كده لا يأثم، بس برضو لا يقع الطلاق. اما لو كان عارف هو يأثم لكن لا يقع الطلاق على القول الراجح. ده عامل فيديو بشير ولايك وكومنت وشارك في القناة. اشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم.